ولاية فلوريدا الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للولايات المتحدة هي المشهورة بمناخها الاستوائي الدافئ وأعاصرها الصيفية، تعتبر واحدة من أكبر مراكز الجذب في الولايات المتحدة، حيث تساهم شواطئها الشهيرة ومنتجعاتها الفخمة ومراكز الترفيه فيها بجذب 100 مليون زائر سنوياً، يساهمون بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي. هي ثالث أكبر الولايات المتحدة من حيث الاستقطاب السكاني، إذ يسكنها ما يزيد عن 22,250,000 شخص، غالبيتهم من البيض الذين يشكلون 71% من السكان، بينما تبلغ نسبة الأمريكيين من الأصول الإفريقية 16%. كغيرها من الولايات الجنوبية، كانت ولاية فلوريدا تعتبر معقلاً للحزب الجمهوري منذ منتصف القرن العشرين وصولاً إلى اليوم، لكن التغير السكاني في الولاية يغير قليلاً من هذا الواقع، حيث بات للديمقراطيين حصة كبيرة من مدن الولاية، في حين يحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على المناطق الريفية والضواحي. اقتصاد فلوريدا في تطور مستمر، إذ يصل الدخل الإجمالي للولاية إلى 1,300,000,000,000 سنوياً، ما وضعها العام 2023 في المرتبة الرابعة على مستوى البلاد والعاشرة بين أقوى اقتصادات الولايات المتحدة نسبة إلى عدد سكانها، والمرتبة الثامنة من حيث سرعة النمو. يترافق هذا النمو مع احتلال الولاية للمركز 24 في مستوى الوصول إلى الرعاية الطبية من أصل 50 ولاية، بينما يحتل مستوى التعليم الأساسي فيها المركز 14، في حين أنها تحتل المركز الأول على المستوى الوطني فيما خص حيازة الشهادات الجامعية.